لما واحد أنا نشوف لما أم تجي عندي تقول لي الله يرحم الكرش اللي جابتك بكل ما تحمل الكلمة من معنى أنا أقول شكرا. بونجور واضح، معكم فرح ياسمين، أهلا أهلا. أو واحد من أكبر الأعمال الجنونية هي أني في سن 28 وأنا بنت وصلت الأشياء اللي حايبتها، تلفزيون، إذاعة، صحافة مكتوبة، الجمهور يعرفني، أكثر إعلامية متابعة في بلادي من جيلي. قررت أني نرجع نبدأ من صفر، نروح لدبي، نروح لبلد تاني، ما نعرف حتى واحد، ما عندي حتى واحد. كانوا عندي شوية دراهم، طحت ونط بالحلال، أهم شيء، ورجعت بنيت اللي بنا بالصفاء أول مرة وبقدراته يرجع يبني. أكثر شيء يسبب لي الضغط، كان يسبب لي بزاف الضغط، هو لي واش راح نقوله، ماذا سيقال عني. الضغط الوحيد اليوم هو لي ديدلاين، هو لازم تسلمي العمل في وقت معين. علاش حبيت وعلاش حلمت بالإعلام، علاش ربي سبحانه وفقني في نفس الوقت أني حققت كل حاجة كنت نحلم بها، وعلاش مازال مسيرة تتكمل، وشنو الرسالة من القصة؟ إلا وفي رسالة، هل باش نقود يمكن بناتي تبعوني، هل باش نقود شباب يشوفوا روحهم فيا، هل باش نغير حاجة، هل باش نعطي صورة جميلة؟ سؤال مازال ما لقيته. شفافة ليوم واحد، سا سي بيان. شوفي الدومين تاعنا، ميداننا فيه بزاف القيل والقال، وجهك ففي وجهك تبتسم الوجوه وراء تحفر القبور. فأنا لو كنت شفافة ليوم واحد ما يشوفونيش، نشوف كاع لي بلون تاعهم. بتيت غوزات، أنا الحاجة اللي نحبها في المرقة الجزائرية العاصمية هنا مرقة بيضاء، فإحنا في الجزائر عندنا المرقة الحمراء والمرقة الصفراء والمرقة باختلاف المناطق، لكن في الجزائر العاصمة المرقة البيضاء أو البيضة، أنا نقول بيضة معني بيضة، كل حاجة فيها التقلية، يعني نقلوا اللي بصلوا فيها لحم أو جاج وقرفة وفلفل كحل وكذا، أعشقها أعشقها. هذه ريحة ما غرومير، هذه ريحة جدتي وماما، بالك تنساي القرفة في العاصمة دير الله. نحب بلان شوز، لكن الكباب أسهل شيء، يلا نديروا الكباب. أنا اسمي فرح ياسمين نيا، ففي الحومة كي كنا صغار كانوا يقولوا لي واش الحيلة، يقولوا لنا الحيلة باسكو نيا سان جو دو مو، كنت صغيرة كانوا يقولوا لي جابونية في الحومة باسكو عينيا كانوا متشودين. في دبي الزملاء يقولوا لي الكاسرة، يقولوا معلاش الكاسرة، يقول لي لأن أنت تحبي الخدمة وكاسرة، أنه تصدمي و tu veux avancer et t'es dur dans le travail. جميل. الفخر ولا فيقتي تاع الأهل، لما تحسي الوالد يقول أنا بنتي إعلامية وكذا، بفخر أنه متمكنة من عملها ومن شيء جميل جدا. كان عندي فوبيتين، فوبية الكافار، الله الله الله، أنا نعرف كان نجيبو كافار نعرف، لكن نظن أنه مثل العديد من الناس أنا عندي فوبيا نفقد واحد من عائلتي بالقدر اللي أعطانا ربي سبحانه أكيد، لكن شيء يوجعني، فأول ما نفكر أني نفقد أمي ولا أبي نبكي ساعة ساعتين. لو نقدر نبدل شيء كان أني نركز على طاقتي أكثر من شيء، أكثر من أني نركز على نردي فلان وفلانة ومعليش ونجبر بخاطر فلان وفلانة، فهذا أحيانا ينحيلك من طاقتك. أجمل ذكرى في طفولتي، عندي ذكريات جميلة، الله يطول في عمر الوالدين وبابا، عندي ذكريات جميلة جدا، ما نقدرش نقول لك ذكرى واحدة. ذكريات البحر، البحر الأبيض المتوسط، ريحة البحر، ريحة اليود، ريحة البحر الأبيض المتوسط هي ريحة عائلتي مجموعة، ريحة لانسوسيونس لما تكون صغير، ريحة الأحلام كنت نحلم، ريحة عائلتي، ريحة بابا. لما الواحد يخرج من الكومفورت زون، من منطقة الأمان، يخاف، لكن وراء هذا الخوف دائما تكون أشياء جميلة.